بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. مع ضبط أرباع القرآن الكريم مع الجزء 20 من سور النمل والقصص والعنكبوت، الحزب 39. بدأ هذا الحزب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط إلى آخر الآية. ثم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، ثم وحرمنا عليه المراضع من قبل، ثم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. نضبطه بالقول: فما كان جواب قومه إذا وقع القول عليهم حرام عليه المراضع بعد أن يقضي موسى الأجل. الحزب 40. بدأ هذا الحزب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ثم بداية سورة العنكبوت: ثم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. نضبطه بالقول: ولقد وصلنا قارون إلى بيت العنكبوت يا لوط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.